خلينا ننتظر زملائكم 5 مينوت ونبدي بالمختبر. السلام عليكم وعلى عوائلكم، ينعاد عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. اليوم مختبرنا about TLC اللي هو مثل ما اتفقنا نوع من أنواع الثين لاير كروماتوغرافي، اللي إن الكلاسيفيكيشن مال الكروماتوغرافي مثل ما اتفقنا إنه هو according to the stationary phase or the mobile phase. النوع اللي يعتمد على الستيشنري فيس انه هو يا اما بيبر كروماتوغرافي يا اما ثين لاير كروماتوغرافي او الكولوم كروماتوغرافي. اليوم راح ناخذ الثين لاير اللي هو تي ال سي. اتفقنا انه الكروماتوغرافي ان جنرال هو عباره دائما كل ما نقول كلمه كروماتوغرافي اذا معناته عندي تو فيس، عندي ستيشنري فيس سوري وعندي الموبايل فيس، الطور الثابت والطور المتحرك. ال TLC هو نوع من انواع الادسوربشن كروماتوغرافي. كنا نعرف معناته الادسوربشن انه اني اسوي سيباريشن للكومبوننت according to what. الادسوربشن هو binding of the molecule or particle to the surface. What that mean؟ شنو هي البارتيكل؟ شنو هي السيرفيس بهذه الكيس مال ال TLC؟ كيس ال TLC السيرفيس راح يكون عندنا الطور الثابت هي السيليكا جل مثل ما راويتكم بالمختبر. ال TLC راح تكون هي عبارة عن سيليكا جل اللي هي هو الستيشنري فيس، بينما الموبايل فيس هو الأورجانيك سولفنت أو الأكويس سولفنت. شنو الفرق بين الأورجانيك سولفنت والأكويس سولفنت؟ إنه أنا لو عندي 100 مول of the organic solvent مجرد أضيف لها 1 مول of the water أسميه aqueous solvent. فالثين لاير كروماتوغرافي هو نوع من أنواع الكروماتوغرافي اللي يعتمد لنا على الأدزوربشن كروماتوغرافي، يستخدم for the separation and isolation of the compound، وبالتالي معناته انه احنا ممكن نحصل من عنده على pure single compound من الكرود. اتفقنا انه الكرود هو الاكستراكت اللي يحتوينا على كل الاكتف كونستيتوينت. لا اكتف كونستيتوينت، انزيم، كلوروفيل، اي شيء بالنبات نسوي له اكستراكشن. لما نسوي له اكستراكشن يجي نسميه كرود، البثل اللي بقى نسميه مارك. فالثين لاير كروماتوغرافي يستخدم فور separation and isolation of the compound as a single compound. كذلك نستخدمه for as a detection. نستخدمه for detection. الثين لاير كروماتوغرافي الستيشنري فيس عبارة عن سيليكا جل نحضرها، هي عبارة عن باودر متوفر بسايزات معينة، نحضره as a slurry ونفرشه يا اما على بلاستيك يا اما نفرشه على جلاس يا اما يكون هو جاهز اللي ان شاء الله راح تشوفوه بكره وبعد بكره بالمختبر اللي هو الالمنيوم فويل. فالثين لاير كروماتوغرافي الستيشنري فيس هو بكل الاحوال هو السيليكا جل، تكون يا اما محضره دايركتلي از الالمنيوم فويل او ممكن انه احنا نحضرها از سلري كباودر ونحضرها ويا اورجانيك سولفنت ومن ثم نفرشها على جلاس او بلاستيك. طبعا اتفقنا من الاسابيع السابقه انه السيليكا جل، نركز بهذه الانفورميشن بليز لانه هي اهم شيء عندنا بالمختبر هذه الانفورميشن. السيليكا جل من هنا لحد نهاية الصف الثالث نتفق انه هي polar compound. Why? Because it contain hydroxyl and carboxyl group in its structure. هذا الباودر مال السيليكا جل اللي راح تشوفوه بكرة ان شاء الله بالمختبر هو polar. ليش polar؟ لانه يحتوي على الستركتشر مالته على hydroxyl وcarboxyl group. Okay? So مبدأنا بالعقاقير هو شنو؟ مبدأنا بالعقاقير هو
like dissolve like مثل ما احنا متفقين. That's mean انه البولر يجي ويا بولر بينما النون بولر يجي ويا نون بولر. So اذا انا عندي مركب مالتي بالستركتشر مالته اوكسجين معناته بولر، معناته احط له شنو؟ احط له موبايل فيس. اي نوع؟ احط له موبايل فيس بولر. اما اذا كان عندي نون بولر كومباوند فاحط له موبايل فيس نون بولر. في حالة النون بولر هل تتوقعون او نتوقع انه اكو انتراكشن بين السيليكا جل ويا المركب النون بولر؟ اتفقنا انه السيليكا جل هي بولر لان بها هيدروكسيل وكربوكسيل، الها قابلية according to the adsorption activity تسوي linkage ويا spot اللي احنا راح نحطها عليها. So اذا كانت عندنا السبوتة مالتنا هي نون بولر ما راح تتكون عندنا اي linkage between السيليكا جل والسبوتة، وبالتالي اني حطيت الموبايل فيس مالتي اللي هو النون بولر راح يشيل هذه السبوتة من البيز لاين ويصعدها up. اما في حالة مشكلتي وين؟ مشكلتي فقط في حالة البولر كومباوند. ليش؟ لانه البولر كومباوند الها قابلية تسوي لينكيج وانتراكشن ويا السيليكا جل بين قوسين انه تبقى قاعدة على البيز لاين. ليش؟ لانه السيليكا جل مثل ما اتفقنا هي بولر، والكومباوند او السبوتة اللي اخذناها من الكرود هي بولر سوري فلذلك راح تصير عندي لينكيج. لينكيج وباند قوية، لذلك يا نوع من انواع الموبايل فيس اني استخدم بهذه الحالة؟ لازم استخدم موبايل فيس بولر but to which degree of the polarity. To the degree of the polarity انه الموبايل فيس يقدر يكسر اللينكيج between السيليكا جل والسبوت ويشلب هو ويا السبوت ويسوي لينكيج وياها ويصعدها. اذا معناته اني استخدم بولر موبايل فيس ولكن to which degree of the polarity، مو معناته انه اني استخدم بولر وخلص، لا لازم عندي degree بالبولاريتي بحيث انه يصعد السبوت هذه الموبايل فيس، لان اني هدفي انه اصعد السبوت وليس ابقيها على البيز لاين. كلما كان البولاريتي مالته قليله كلما يكون ما عنده قابليه انه يكسر اللينكيج بين السيليكا جل والكومباوند مالتي، وبالتالي راح تبقى الكومباوند على البيز لاين. لذلك لما نقول نستخدم كومباوند with the degree of the polarity sorry نستخدم موبايل فيس with the degree of the polarity لها قابليه انه تسوي بريك داون فور ذا لينكيج بين السيليكا جل والكومباوند، يجب انه نعرف بيا degree. فور اكزامبل مثل ما شرحت للمختبرات اللي دخلت لها، اذا كان عندي كلوروفور ميثانول 1 to 1 مالته البيرسنت، معنى عندي 1 مل ايثانول سوري 1 مل كلوروفورم 1 مل ميثانول. ان بهاي الكيس لما اني احط اريد احضر اريد اصعد السبوتة اللي هي بولر اللي بقت قاعدة على البيز لاين، ازيد بيها الكلوروفورم ام الميثانول؟ اكيد راح ازيد بيها الميثانول حسب الستيبس مال السولفنت اللي تعلمناها انه اكثر سولفنت هو بولر الووتر ومن ثم الكحولات. اسوي 1 تو 2 كلوروفورم 1 ميثانول 2، اذا ما صعد عن البيز لاين ازيد الميثانول اسوي 3، بعدها ازيده اسوي 3 الى ان تصعد عن البيز لاين. صعدت عن البيز لاين لكن ايش قد تصعد؟ احنا قلنا واتفقنا انه الرينج مال الار اف المقبوله بالعقاقير هي ما بين 0.25 الى 0.75. That's mean انه اني مو فقط اصعدها عن البيز لاين وخلص ها هي انتهى الموضوع، لا اني اصعدها انه تكون بالاكسبتبل رينج between 0.25 الى 0.75. فبهذه الكيس انه اني ازيد الميثانول، اذا بقيت ازيده without any advantage ازيد البولاريتي اوف ذا موبايل فيس او اغيره. شلون ازيد البولاريتي؟ ممكن اضيف لقطرات من الووتر اوكي، او ممكن اصلا اسوي change to the mobile face to another mobile face اذا بقت السبوت مالتي على البيز لاين. طبعا احنا
مثل ما قلت لكم للمختبرات اللي دخلت لها، أنا هدفي من هذا كله شنو كان؟ إنه عندي بلانت معين، بلانت معين أتوقع به دوا فور كانسر، أوكي؟ أتوقع به كمباوند يشتغل على الكانسر، سواء هذا الدوا سواء هذا النبات كلش امبورتنت. أول مرة أسوي له كولكشن، ومن ثم أغسله للنبات، ومن ثم دراينج، جريندينج، خلصت أول ستيب. ثاني ستيب أسوي له اكستراكشن، اللي هو معناته إنه أني أستخلص شنو موجود بهذا البلان من ضمن الدواء اللي يشتغل للكانسر اللي أني أتوقعه، وكذلك الإنزيمات، الكلوروفير، وكل أنواع السكندري ميتابولايت الموجودة بداخل البلانت، كل الأكتيف إنجريديانت. إذا الإكستراكشن معناته أغسل النبات، شكوا بي أجيبه. خلصنا الإكستراكشن، إيش مدرين وصلنا إلى ستيب سي. ستيب سي أنا إيش مدريني هذا النبات، إيش مدريني هذا الكروت عفوا يحتوي لي على هذا الدواء. أنا فقط ارتئيت إنه هو بي موجود هذا الدواء، أوكي؟ إذا معناته أوصل لستيب سي اللي هي شنية اللي هي الديتكشن. إذا سوينا كولكشن وجماعتها، سوينا اكستراكشن، وصلنا إلى الديتكشن. الديتكشن يتم بواسطة وات؟ يتم بواسطة التي ال سي اللي هي الثين لاير كروماتوغرافي، اللي هي الألمنيوم فويل، وليس النوع اللي مفروش على البلاستيك أو الجلاس، لأن هسه راح نجي نحكي النوع المفروش على البلاستيك، سوري على الجلاس، شنو نستفاد من عنده. النوع الألمنيوم فويل هو اللي نستخدمه للديتكشن، ويكون من الأنواع الفلوريسنت اللي تنقري جوا اليوفي. نسوي البيز لاين مثل ما علمتكم بالبيبر كروماتوغرافي، نسوي البيز لاين 1 سنتيم عن البعد مال التي ال سي، ومن ثم اسوي سبوتينج اللي هي معناته انه احط سبوت من الكرود مالتي اللي اتوقع به هذا الدواء مال كانسر، وعلى يا اساس اقارنه مع ستاندر. الستاندر هو دواء ماخوذ من شركات عالمية، اذا لم يكن 100% هو بيور فهو 99.9% هو بيور. احطه بسايد الكرود، اسوي سبوت للكرود وسبوت للستاندر اللي هو نفس هذا الدواء للكانسر عفوا، ومن ثم اصعدهم بموبايل فيس معينة. لما يوصل الموبايل فيس 3/4 البليتة، اطلع البليتة مالتي مال التي ال سي، وحدد السولفنت فرونت انه لي وين مشى قلم الرصاص، ومن ثم اقرا الار اف للمركب مالتي اللي هو الموجود بالكرود، والار اف للستاندر. الار اف مين؟ مثل ما اتفقنا هي ريتارديشن فاكتور اللي هي الديستنس اوف ذا سبوت على الديستنس اوف ذا سولفنت فرونت، نقيسها بالرولر بالمسطره. اذا طلعت بتوين اذا طلعت مشابهه للار اف مال الستاندر، مثلا هذا 0.5 هذا 0.5، اذا معناته اي والله صحيح هذا المركب موجود بالنبات. خليني اكمل الستيب اللي وراها. انا ليش اسوي ديتكشن؟ على مود لا اكمل الخطوات اللي وراها ويكون شغلي without advantage، waste to the time، waste to the money، waste to the cost، كل هذه الامور تفرق عندي، اوكي؟ اذا انا معناته ورا الاكستراكشن لازم اسوي الديتكشن، يلا اعبر للخطوه اللي وراها. قسنا الـ RF 0.5 للاثنين، اذا معناته اي والله صحيح هو النبات بهذا الدواء. فرق اذا طلع لي مثلا مالتي السبوت 0.49 0.45، بالستاندر هو 0.5، ما نقول غلط لانه احنا شغلنا باللاب بي امبيوريتيز، اذا معناته بلس ماينس 0.012 it is acceptable عندنا، لان احنا شغلنا باللاب بي امبيوريتيز. خلصنا ديتكشن، الديتكشن يكون مثل ما قلنا على التي ال سي، اما السبوتة تكون دايركتلي ملونة، يا اما تكون السبوتة مالتي دايركتلي ملونة وحددها بالقلم الرصاص وقيس لها الار اف، او ممكن يكون عندي انواع من الكمباوند اصلا ما اقدر اشوفها، ما اعرف وين الكمباوند مالتي حتى اقيس لها الار اف. يعني شلون اسوي ديتكشن؟ اسوي ديتكشن باي ار اف، سو لازم اشوفها بالسبوتة، يا اما بعيني، اذا ما انشافت بعيني اذا معناته اكو انذر بروسيس. البروسيس الاساسيه هي اليوفي لامب،
اللي هو الالترا فايولت الاشعه فوق البنفسجيه. لكن هل كل المركبات هي تنقري جوا اليوفي؟ اكيد لا، لانه قلنا فقط المركبات اللي بيها دبل باند سنجل باند بالستركتشر مالتها. كل ما اشوف الستركتشر مال الكومباوند مالتي بي دبل باند وسنجل باند اقول هذه كروموفور جروب، اسميها كروموفور جروب، اذا معناته اي والله ينقري جوا اليوفي. اذا ستركتشر من البدايه اني اعرف بي انه ما بي دبل باند سنجل باند، اذا ستركتشري اصلا اعرف انه ما بي دبل باند سنجل باند، اذا معناته انه اني ما اقدر اقرا هذا الكومباوند اندر ذا يوفي. اذا اكو بروسيس اخرى اقرا بيها. اذا اول بروسيس هي نسميها الفيزيكال ديتكشن اللي هو اليوفي. ثاني بروسيس اللي هي المعتمده عندنا كذلك هي الكيميكال ديتكشن. الكيميكال ديتكشن معناته الرياجينات اللي هي الكواشف نسميها بالعربي، اللي نسميها الكواشف لما نعرف انه الستركتشر مالتي ما بي دبل باند سنجل باند، بمعنى انه ما بي كروموفور جروب، اذا ذاتس مين انه اني ما اقدر اقرا جوا اليوفي، لازم التجئ الطريقه الثانيه اللي هي الكيميكال ديتكشن باي ذا ريجنت. طريقة البيولوجيكال ديتكشن والراديو اكتيف ديتكشن هذه ما نستخدمها بالمختبر، نستخدم فقط اليوفي لام واللي هي الفيزيكال وكذلك الكيميكال ديتكشن. خلصت كولكشن، خلصت كذلك الاكستراكشن، سويت ديتكشن انه هذا البلانت مالتي فعلا بالمركبات هذه. اجي اوصل للستيب الاساسيه مالتي انه اني اسوي ايزوليشن. What isolation mean؟ معناته انه اني افصل هذا المركب، اعزله من هذه المركبات كلها الموجوده بالكرود بعد ما سويت له detection انه هو فعلا موجود. اذا الستيبس collection collection washing drying grinding step B extraction step C detection ومن ثم isolation. الايزوليشن راح نجي نشرحها بالاسابيع القادمه. فالتي ال سي نستخدمه فور ذا ديتكشن، كذلك النوع اللي نستخدم الجلاس يكون
الفويل مثل ما اتفقنا نستخدمه فور ذا ديدكشن اللي هو اندر اليو في. اما النوع الثاني اللي هو الجلاس السيليكا جل المفروشه على الجلاس راح نستخدمه فور ذا بيوريفيكيشن ان شاء الله بكره بالمختبر تشوفوها. نستخدمه فور ذا بيوريفيكيشن هذا الجلاس. تجربتكم بكره ان شاء الله راح تكون اما راح يكون عندكم كرود او تشتغلوها كذلك على الوان. راح يكون preparation of the slide TLC اللي مثل ما علمتكم على البيبر كروماتوغرافي نفس البرنسبل، وقلت لكم اللي يفتهم برنسبل البيبر هي نفسها TLC. يقيس بالمسطره 1 سنتيم البيز لاين، يحدده بقلم الرصاص. قلنا ليش ما يصير بالماركر؟ لانه راح اولا يتفاعل ويا السولفنت مالتنا الموبايل فيس، كذلك ممكن يسوي انتراكت ويا الكومباوند. نسوي سبوتينج بعد ما سوينا البيز لاين، نسوي سبوتينج بمعنى انه انا احط سبوته من الكرود واحط سبوته من الستاندرد. اذا ما اشتغلنا كرود وستاندرد فراح نشتغلها كذلك بالالوان بعدها راح نحضر الموبايل فيس. قلنا الموبايل فيس نحضره او نختاره على اساس الكومباوند اللي عندنا. اذا الكومباوند مالتنا بولر نختار له موبايل فيس بولر، اما اذا كان الموبايل فيس مالتنا سوري الكومباوند مالتنا نون بولر نختار له نون بولر موبايل فيس. مشكلتنا راح تكون فقط بالبولر كومباوند. ليش؟ لانه مثل ما قلت لكم انه السيليكا جول بها هيدروكسيل وكربوكسيل بالستركتشر مالتها، لذلك ممكن نسوي انتراكت ولينكيج ويا الكومباوند. احنا الهدف نصعد الكومباوند مو يبقى على البيز لاين، لذلك اذا بقى على البيز لاين لازم نصعده باي زياده الديجري اوف ذا بولاريتي اوف ذا سولفنت. اذا كان كلوروفورم ميثانول نزيد الميثانول. بقى على البيز لاين وما يفيد موضوع نزيد الميثانول، نضيف له ووتر حتى نزيد البولاريتي. حطيناه بالموبايل فيز بعد ما حضرنا الجار التانج اللي قلنا نحضره فور ذا 30 مينت. الموبايل فيس يكون انسايد الجار او التانك لمده 30 مينت على مود يصير ساتوريشن فور ذا الانفايرمنت اوف ذا تانك، لانه احنا ادزوربشن، فكلما زاد الساتوريشن بالفيبر اوف ذا اورجانيك سولفنت كلما صار عندنا الادزوربشن اسرع. ومن ثم نحط التي ال سي بالموبايل فيس، ننتظر الى ان يصعد 3 ارباع البليته اوف ذا تي ال سي ونطلعه ونحدد السولفنت فرونت. ومن ثم نقيس الار اف للكرود والار اف للستاندر ونشوف الفرق اذا كانت سيم او فرق بوينت او 1 اور 2 مثل ما قالت الدكتوره it is acceptable هو نفس المركب. اذا لا اذا معناته هذا المركب اصلا مو نفس الستاندر. هذا ان شاء الله راح يكون شغلكم فور تومورو. وقلنا شلون نشوفها للسبوتة، يا اما تكون هي ملونه اوريدي ونحددها وين مكانها بالقلم الرصاص ونقيس لها ار اف، او ممكن تكون ما تنشاف ونحطها يا اما تحت اليو في لامب اذا كان الستركتشر مالتنا ب دبل باند سنجل باند كروموفور جروب. اما اذا ما بي الستركتشر مالتنا دبل باند سنجل باند فرش له سبراي ري ايجنت. بريبريشن اوف ذا تانك مين انه شلون احضر الجار احط بيه الموبايل فيس. طبعا مثل ما اتفقنا وتعلمنا انه الموبايل فيس لما احطه احطه بفوليوم او ديستانس جوا البيز لاين، يجب انه ما يعبر البيز لاين لانه ممكن انه المركبات دايركتلي اللي حاطتها اللي مسويت لها سبوتنج تنغسل بالموبايل فيز وتنزل without any advantage ما سوينا شيء، لذلك يجب ان يكون البيز لاين الموبايل فيز مالته الحجم اقل من 1 سنتيم اللي هي جوا البيز لاين على مود الخاصية الشعرية هي اللي تصعده اللي هي الادزوربشن.
وليس يعبر البيز لاين فيغسل لي المركبات وتوقع كلها بالموبايل فيس. Measurement of the chromatographic data, that's mean the measurement of the RF, مثل ما علمتكم. إلى هنا راح يكون نهاية مختبرنا، وإن شاء الله باتشر وبعدها راح تشتغلون الشغل العملي ويتوضح أمامكم. اللي متهم البيبر كروماتوغرافي فهذا TLC كذلك نفسه بالضبط. اللي عنده سؤال يبعث لي بالشات بوكس، اللي ما عنده شيء حبايب تقدرون تغادرون، وراح تنزل لكم ورقة الحضور إن شاء الله بعد 5 minutes.